نزيد نترحم مرة أخرى على أرواح الضحايا ونعبر على مواساتنا لعائلاتهم. تعويضات، هادو قطاع الدفاع الوطني عنده إجراءات، ولكن كوني على يقين أن الدولة الجزائرية ما راحش تتخلى على حقوق أو حتى إجراءات تضامن مع عائلات الضحايا. هذه نخليه القطاع المسؤول على هذا الأمر، هذا اللي هو قطاع الدفاع الوطني، لأن 90% من الضحايا هم من عائلة الدفاع الوطني، سواء كانوا عسكريين أو أقارب العسكريين، ذوي العسكريين. والحكومة تكون بكوني على يقين تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية بجنب هذه العائلات في كل ما يمكن أن يقدم لها.